طب احنا عندنا بقى لقاء، عاملين لك مفاجأة مع هنا، وعاوزة تقول لك كلام كتير جدا، نسمعها ونرجع تاني معاك. حابة أبارك له أول حاجة على توليه نائب رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي، وبقول له إن احنا واثقين إن هو خبرته هتقدر تبقى إضافة كبيرة قوي للكورة وللرياضة عامة. في الأول طبعا كنت سعيدة إن هو ده كان حلم بالنسبة لعمر، إن هو يعمل حاجة تقدر تطور الكورة في أفريقيا، لأن هو كان على يقين إن الكورة في أفريقيا تستحق مكان أفضل بكتير. فكنت فرحانة وكنت داعمة ليه جدا، طبعا مع شوية خوف عليه يعني. عمرو على حق، ودي حاجة تخلي الواحد عمره ما يندم على أي حاجة، ولا على منصب ولا على فلوس، بالعكس دي حاجة واحد يبقى فخور بيها جدا. وتاني هو كان كل حلمه ان هو بيحب الكورة قوي وبيحب أفريقيا قوي، وكان نفسه ان هو يعمل ما تستحقه الكورة يعني لمصر والافريقيا. هو كان شايف انه مصر، هو شايف مصر كبيره قوي، شايف ان افريقيا دي كبيره قوي وتستحق مكانه كبيره. حابه اقول له ان هو موجود معانا زي الاول واكتر، ان هو كان على حق، وان هو اللي كان بيقوله ان هو يمكن ما يشوفش نتيجه اللي هو عمله دلوقتي، بس دي هتبقى عبره لناس كتير. حابه اقول له انه انا ان شاء الله هكبر له بنته على مبادئه، وانها تقدر تكمل او على الاقل تبقى نسخه متكرره منه تاني، بل افضل، لان هو كان دايما بيحب كل حاجه تبقى افضل من ما هي عليه.